السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هحكي قصة لبنت بعتلي رسالة عن صاحبتها اللي ماتت، بس بالله عليكم بلاش نقسى على نفسنا أوي كده. نسمع القصة وقولوا إيه رأيكم، بس نقولها بالرحمة إن شاء الله. حصل في امتحان الفيزياء، كانت هي وصاحبتها بيذاكروا حلو أوي، وراحوا الامتحان. الامتحان بسبب صعوبته ما عرفش يحلهم حلو، الوقت ما كانش مكفي يعني، وبعدين طلعوا من الامتحان زعلانين، وفضلت هما الاثنين يواصوا ببعض. وبعدين روحوا، متعودين هما دايما الاصحاب دول بيتصلوا ببعض بعد ما بيخلصوا الامتحانات، وبعد ما يروحوا يقعدوا شويه ويناموا شويه يكلموا بعض. كلمتها صاحبتها دي، قالت لها انا زعلانه جدا ومليش مزاج اذاكر تاني، وبدات تعذرها. ففات بالليل، فاتصلت بها الصبح وقالت لها الحمد لله تمام، لكن يعني حصل مفاجأة غريبة قوي. البنت نامت وصحت على أختها الصغيرة بتصحيها: اصحي صاحبتك ماتت. يعني حاجة غريبة، صاحبتك ماتت. راحت البيت لقت الدكتور فعلا طلع من عندها وقال لهم جالها جلطة في القلب. ومن وقتها والبنت دي مش مصدقة اللي حصل لصاحبتها. احنا بندعي لها بالرحمة، وبندعي لكل الطلاب اللي ربنا عز وجل يتولاهم برحمته. الدنيا مش مستاهلة، امتحانات ايه وقرف ايه وثانوية عامة ايه وكل حاجة ملهاش لازمة. فبالله عليكم ما تضغطوش على نفسكم قوي، الدنيا كلها عند ربنا، ما تسويش جناح بعوض. فما تسويش عندنا احنا حاجة، امتحان جه وحش امتحان جه حلو ما تفرقش معانا، ان اللي ربنا كاتبونا ناخده. انت اعمل اللي عليك وخلاص، انت اجتهد وذاكر واعمل، والنتيجة بتاع ربنا يا جماعة، النتيجة بتاعت ربنا. لكن اللي انا اضغط على نفسي واضغط على اعصابي ويجي لي ازمة قلبية او يجي لي جلطة او كلام من ده، ليه؟ ربنا يرحمنا برحمته الواسعة، الدنيا مش مستاهلة. سواء دكتور او مهندس او 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 هبقى ايه، انا مش هتفرق معايا، انا مش هيفرق معايا غير اللي انا ارضي ربنا وبس. ايا كان بقى انا هجيب ايه في الثانوية العامة، او هبقى ايه، او انا بذاكر وخلاص وبجتهد وخلاص وبعمل اللي عليا وخلاص. لكن بالله عليكم رسالة لكل اب وكل ام، ما تضغطش على ابنك اكتر من اللازم او بنتك اكتر من اللازم، وانت يا بنتي وانت يا ابني ما تضغطش على نفسك اكتر من اللازم، اعمل اللي عليك وسيبها لله، والله ما حد هياخد اكتر من اللي ربنا كاتبه. يا رب تكون الرسالة وصلت، وندعي كلنا لاي بنت او اي ولد او اي طالب ربنا عز وجل يعني توفاه بسبب حاجة زي كده، ندعي لهم بالرحمة والمغفرة ان شاء الله. هنتظر كل جديد، كل اكيد هيكون معانا ودايما مع بعض، ونتقابل ان شاء الله في الجنة ان شاء الله، ونتقابل في كل حاجة حلوة، ونرمي كله ورا ظهرنا ونقول يا رب قدر لنا الخير اينما كنا واينما كان. في امان الله.